وبخصوص هذا الموضوع دائما ينضم إلينا مباشرة من بركان عبد الصمد واجو موفد ميديا تي في إلى هناك. أهلا بك عبد الصمد. ساعات قليلة إذن تفصلنا عن المباراة التي ستجمع فريق نهضة بركان باتحاد العاصمة الجزائري في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. هل بإمكانك عبد الصمد أن تصف لنا الأجواء لديك قبل هذه المباراة؟ أهلا بك أميمة وأهلا بالمشاهدين الكرام. الأجواء هي مزيج بين برودة الطقس والجو الماطر وحرارة المباراة المنتظرة بين نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري. الكل يعلم أن الترقب هو سيد الموقف هنا في بركان، لا حديث إلا عن هذه المباراة، وأيضا في كل الأوساط سواء في بركان أو في غير بركان الحديث هو عن مباراة نهضة بركان اتحاد العاصمة واحتمالية أن يلعب اتحاد العاصمة المباراة أم سينسحب. هذه الاحتمالية دائما تبقى بين قوسين في ظل أن ليس هناك أي رد رسمي من الفريق الجزائري إلا بعد إذا أردنا أن نقول بعد ما رصدناه من خلال الاجتماع التقني الذي كان بالأمس بمقر أكاديمية نهضة بركان، حينها كان فريق اتحاد العاصمة قد قدم اعتراضا لم يقبله الكاف طبيعة الحال لالتزامه باللوائح المنصوص عليها والتي لا تفتح المجال لمثل هذه الاعتراضات، لكن الأمور تبدو أنها غير واضحة وإمكانية انسحاب الفريق الجزائري واردة وأيضا إمكانية لعب المباراة واردة في ظل الترقب السائد في هذه اللحظات. فريق نهضة بركان يدخل المواجهة بأربع غيابات على رأسها السنغالي لامين كامارا وأيضا عبد الكريم بعدي وأسامة مليوي بسبب الإصابة وأيضا عمر العرجون بسبب التوقيف. الأجواء هنا المباراة تلعب بشبابيك مغلقة بطبيعة الحال، هناك توافد جماهيري كبير على ملعب البلدي ببركان، الجماهير هنا تحضر بكثافة واللون البرتقالي زاهي والمدينة زاهية باللون البرتقالي، لون الرسمي لفريق نهضة بركان والذي طبعا اختاره مسؤولي فريق نهضة بركان خلال الاجتماع التقني بالأمس. الفريق المغربي سيلعب باللون البرتقالي وبطبيعة الحال القميص الذي يحمل خريطة المملكة المغربية بالإضافة أيضا إلى القميص الأزرق للحارس الحمياني الذي سيلعب به أيضا الفريق المغربي. فريق نهضة بركان يدخل مكتمل الصفوف في هذه المواجهة التي ننتظرها أن تلعب بالقدم هذه المرة بعدما حسمت بالقلم في مباراة الذهاب، وحين قرر الكاف أن هزيمة فريق اتحاد العاصمة بثلاثة أهداف لصفر، هزيمة سيدفع ثمنها الفريق الجزائري في مباراة الإياب. فكلنا نترقب قرار فريق اتحاد العاصمة هل سيلعب أم لا، كلها أجوبة أو أسئلة ننتظر إجابات عليها في الدقائق المقبلة، لأن نحن فقط على بعد أقل من ساعتين على بداية المباراة. نعم، هي أجواء جميلة إذن قبل بداية المباراة، واحتمالية انسحاب الفريق الجزائري لا زالت قائمة. موفد ميديا تي في إلى بركان عبد الصمد واجو، نشكرك على كل هذه التوضيحات وعلى نقل هذه الأجواء.